كل فاشن ديزاينر ليها ستيل معين، بس احنا هنا رجعنا لكم بزمن الفن الجميل، زمن الستينات السبعينات والفساتين الشيك الراقية جدا. وضيفتنا النهاردة الفاشن ديزاينر آية عطية. اهلا بيكي يا ايه، منورانا. اهلا بيكي، اهلا اهلا بيكي يا بحضرتك. ايه، منورانا اهلا النهارده. في بحضرتك. انت بقى مختاره زمن الرقي والشياكه، زمن بقى زي ما امنيه قالت، زمن الفن الفن الجميل الجميل. بتاع الستينات والسبعينات. فاحكي لنا بقى، انت الفكره جات لك ازاي؟ واشمعنى اخترتي الزمن ده؟ يعني اشمعنى اخترتي؟ هو اصلا يعني اكتر زمن ايليجنت كده، واللبس بتاعه تريكي شيك كده وحلو، يعني في رقي كده، راقي في ليدي كده ماشيه، فعلا. بجد حلو جدا. بس غريبة، انت ما عشتيش الزمن بس درستي، ولا من الفرجة مثلا على الأفلام؟ كفاية الفرجة على الأفلام بجد، يعني فعلا فعلا حاجة كان حاجة زمانهم. كده إبهار، يعني حاجة حاجة راقية بجد. طب قولي لي ايه، ندخل في الموضوع على طول. نوع القماش، نوع القماش بيحدد الموضة اللي احنا هنشتغل عليها، ولا ممكن اي نوع قماش يمشي على اي موضة انا حباها؟ انا حابة زمن ستينات سبعينات، زمن دلوقتي حاجة مختلفة، يعني زمن الملكة فيكتوريا. نوع القماش هو اللي بيحدد الشغل اللي انا هشتغل بيه؟ هو طبعا الماتيريال بتفرق يعني، بس اي حد بروفيشنال يقدر يطلع من اي قماش شغل مظبوط. يعني زي مثلا لو هو مثلا ستايل ستينات وسبعينات وكده، هو دايما بيبقى ستايل منفوش، يعني نازل اخد شكل ليدي كده، طبعا بيحتاج يبقى وسط صغير. ايوه وسط صغير، بس على فكرة بينفع مع كل الأجسام عادي جدا. ده اكتر ستايل بياخد وضع جسم البنت، يعني ما بيبقاش محتاج واحدة رفيعة او واحدة مليانة. مش فارق يعني، مش فارق يعني عادي. مثلا القماش التقيل مثلا زي السكوتش والليجن وكده، طبعا هو اوريدي اصلا بينفش لوحده، بيدي شكل، بيدي شيب النفشة كده، النفشة الحلوة دي اللي هي بتاعت الستينات والسبعينات وكده. بس لو في حد معايا عنده قماش مثلا ساتين، ممكن دانتيل، شيفون، طبعا احنا بننفشه بطريقة يعني معينة، بنحط تول، طبقة تول، بنحط جيمي مثلا ينفش اكتر، بنحط ممكن تول ناشف هيوقف الحاجات دي. مهم بس يرجع الزمن كده يعني وينفع عادي نقدر ننزل. بتعملي للعميل الحاجة اللي هو عايزها على حسب نوع القماش اللي معاه. اكيد، بس انا يعني بفضل اختار الماتيريال عشان تبقى حاجة بروفيشنال اكتر. يعني ايه، انت عاملة فكرة هي غريبة شوية، انا مش فاهماها، فكنت عايزة افهمها. فكرة تبادل الفساتين يعني ايه؟ يعني ايه تبادل الفساتين؟ والله هو انا فتحت اتليف اوتوماتيك جديدة وكده. هو يعني انا فكرة ان انا البس دريس مثلا ويتكرر معايا في فرح، بيبقى اللي مش هو بتلبسي مرة واحدة، هو كل كل البنات البنات كده، بتعمل كده. يعني كل البنات كده. فانا بحب جت لي فكرة التجديد. انا جت لي فكرة يعني ان احنا مثلا ليه، طبعا يعني الدريسز دلوقتي غالية غالية جدا، جدا، فمش كل في ناس مناسبة فعلا في لو ناس جات لها ما مثلا تقدرش في برضو، السنة مثلا كذا مناسبة، طبعا مش في ناس هتقدر تشتري كل الدريسات دي. وكمان حتى تصميم الدريس برضو مش يعني مكلف. مكلف جدا، والقماش اصلا والقماش ماتيريال عالية جدا جدا. ده غير ف التفكير بقى، ان انت يعني اللي هو هلبس ايه، طيب ايه بقى الديزاين، شكله عامل ازاي، بنفكر قبلها بشهرين اللي هو مش هنطلع تصميم حلو. هي بقى الفكرة جت لي ان انا مثلا ممكن ان انا اخد تشانج كده بين البنات، يعني ان انا لو حد عنده فستان صوري حلو او زفاف، اي حاجة حلوة يعني بيجيبها يعرضها، ولو حد عايز يجي اجر يعني يعني انت بتاخدي منه الدريس زي و تبادل منافع كده. حلوه قوي الفكره دي. يعني انت بتاخدي من البنت الدريس، هي كانت لابساه مثلا لو وانس مره مثلا، تمام. وبتبدلي مثلا لو هي وانت عندك دريسات تانية، فاللي هو بتبدله من بعض. هو انت قصدك كده، حلوه قوي الفكره دي. انت ايه بداتي يعني طب احنا شغف المهنه جالك من امتى؟ بصي، هو انا من صغري بحب الفاشن، بحب اللبس، بحب ان انا اختار لبسي، ما بحبش البس حاجه يعني درجة. تقليديه كده، يعني ما بحبش، بحب دايما ما بلبسش من السوق عامه، بحب ان انا اعمل ديزاين بتاعي بنفسي. يعني انت اللي عاملة الديزاين ده؟ بصراحه لا.
هو يعني سهل انت يعني، عارفه يعني ما فيش البرنامج وقت. جه فجاه اساسا وانا مش يعني ما لا انت جهزتش حاجه، عندي كتير طبعا انا اللي عاملاه يعني معظم لبسي، بس طيب. ايه ما طيب، كانش في نطلع وقت. على الشاشة ونتفرج على الصور الكوليكشن بتاعتك. طيب تمام، لا الشاشة هتتعرض، الصور، الصور على الشاشة. الصور هتتعرض. دي تصميمات انت رسميها موجودة معانا هنا. موجودة معانا طيب بس. ممكن تشرح لنا، هو الصور نزلت اهي يا ايه، اشرح لنا بقى يعني كل صورة بتتكلم عن ايه او اخدة ستيل ايه، يعني احنا قلنا الستينات والسبعينات صح كده؟ لا هو يعني ده مش ده ستينات كاجوال وسبعينات شوية. قوي، يعني انا ناويه ان شاء الله مش يعني مش ما كنتش هبدا اول كولكشن ستينات وسبعينات، سبعينات. هو طبعا هبداه بس يعني مش اول كولكشن. يعني انت مثلا لو جالك الفستان المورد ده، انت قلت لي الابيض ان هو بيتعرض بكذا طريقة. بلبسه يعني هو بلبسه بكذا طريقه، هو اصلا دريس سوك وفي زي شمس كده بشعاع، حلو قوي، جميل. ممكن البسه بطريقه مثلا ان هو من غير اكستنشن خالص، ممكن الاكستنشن بربطها على الجنب فبيدي يعني جزء كده فوليوم كده. بدي فوليوم من مكان ان هو منفوش والمكان التاني بيبان ان هو سك عادي، وممكن اعمله اصلا اكستنشن لورا يعني بيبان كل الدريس من قدام ان هو سك، ومن ورا الاكستنشن بتبقى نازله منفوشه كده لورا بيدي شيب حلو والشغل يعني. اللي في الكم ده الريش انا دخلت الريش مع ال طالع موضة جدا اصلا، بس هو الريش بس انا بصراحه ما شفتوش على حد يعني، كنت لسه يعني ما عملت الدريس ده ما الدرس كنتش ده لسه كانت شفته، ما الفكرة. كنت اول يعني شفته جديد كده في المكان فاعجبني بصراحه يعني، قلت استغله في ان انا احطه على الكم يعني تغيري. مع لا الديزاين. شكله شيك فعلا. الدرس الفضي سيلفر سيلفر انت اللي كنتي لابساه، انا ايه فكرته برضو قريبة من الدرس التاني الأبيض ولا لان مختلفة؟ انا ما عملت السيلفر في الشكل بس انا زودت عليه يعني، انما السيلفر لما عملته في الماتيريال الاولانيه انا حسيته ما كانش ظابط معايا شويه، علشان الترابيل هنا كده كان فيكك شويه لان الماتيريال كانت مش ناشفه. هو السيلفر اهو اتعرض معانا على الشاشة، السيلفر ده ستيناتي شوية ستينات شوية. بس مش عشان منفوش، في شابو في وجلافز. شابو وفي يعني زي البيشة والجلوفز، يعني هو ستيناتي شوية في شكله شيك. هو تحسي فيه رقي كده. طب الطقم الفوشيا اللي قدامك ده مختلف شوية ما بين ان هو كلاسيك، هو كلاسيك في كم وكم لأ، إيه سهرة ولا كاجوال؟ يعني عايزة افهم فكرته ايه. بصي هو يعني كلاسيك يعني يتلبس بالليل، ممكن يتلبس بالنهار بس يعني ما فيش حد بقى يعني هيمشي بيروح. في كم وكم بالنهار. لا والله هو لو حد مثلا مش رايح انترفيو يعني، لو حد مثلا مذيع كده يعني، بس اللي هو الحاجات مش حد مثلا يروح هو فورمال شوية على كلاسيك، بس ما حدش يروح بيه مثلا انترفيو وحاجات زي كده. لا طب ايه الفرق بين الفساتين الزفاف اللي هي بالنهار وفساتين الزفاف اللي بالليل؟ ايه الفرق ما بينهم؟ يعني بتبقى في اختلافات؟ النهار طبعا بيبقى محتاج حاجة سامبل، سامبل. القماش اللي هو يعني مثلا الماتيريال بتاعت اللي هي الستان الامريكي اللي هو بيبقى يعني فيميني قوي كده، ممكن التطريز بيبقى قليل شوية، ممكن ندخل معاه مثلا شابو حلو في الوقت ده، ممكن نلبس شابو، ممكن نلبس بيشة، ممكن جلوفز، ممكن في برضو اكسسوارز حلوة. بيشة؟ لا مش لا بيشة، بيشة، بيشة بيشة كده اللي هي اللي هي كده بتبقى يعني زي نازلة شابو، زي نازلة الشابو مش بس شابو، نص الوش. واخدة ممكن جزء ما كده. ندخلش شابو لو هي مش حابة، ممكن نعمل اي حاجة فوق تطريز مثلا بسيط وننزل منه شابو عادي، فيونكة كده يعني. بس فبالنهار بتبقى محتاج حاجة سيمبل سامبل وخفيفة. وخفيفة، حتى الميك اب كمان بيبقى نود كده، الوان نود. في كمان اكسسوارز نازلة للعروسة النهار، الامبريلا اللي هي الشمسية، بتبقى حلوة جدا بالنهار. جميلة. فساتين طيب الليل العملاء بتوعك مثلا بيجوا يفرضوا عليكي رأيهم ان هم عايزين الستيل ده ولا انتي سايق؟ هو انا يعني بتكلم مع هو اصلا يعني اي حد بيلبس حاجة بتبقى شخصيته يعني،
فيش حد بيلبس حاجة مش بتبقى مش لايقة عليه. مش شبهه. اه يعني طب لو كل هي واحد مثلا اختارت حاجة بس مش لايقة عليها، بتوضحي لها لا ازاي بوضح يعني؟ لها يعني، انا مثلا بقعد معاها بشوف دماغها ايه، انا ممكن اقعد معاها اشوف دماغها ايه، طب انتي محتاجة ايه، وبنوصل للقرار. مثلا هي عايزة حاجة وانا ممكن اقول لها طب ايه رأيك نعمل كده. نعمل كذا، بتقتنعي يعني في الآخر؟ اكيد. اه قوليلي ايه، سهل ان انا اغير اللبس الكاجوال بتاعي واخليه يكون مناسب لسهرة او اي مناسبة انا رايحاها بالليل مسائية؟ اكيد طبعا اكيد. طب ازاي بيبقى اغير حاجة في اللبس ولا في الاكسسوارات بتاعت اللبس؟ في الاثنين يعني، زي مثلا لو هو بلازر احنا ممكن بدل جينز والكوتشيو كده احنا ممكن نلبس بنطلون اسود والتوب اسود وهيلز مثلا، بيبقى خلاص بيبقى بيقلب كلاسيك فورمال، بيبقى حاجة تري شيك كده، ومعاه مثلا نيكلاس حلوة، اكسسوارز بقى يعني سكارف حلو، لو هي مش محجبة ممكن سكارف على الرقبة على كده الرقبة بيبقى لذيذ، مربوط. اه بيبقى حلو جدا. حابة تلبس تربون عادي، بس بلازر بفضل طرحة احسن أحسن. يعني. اه معاكي صور من اللي انتي عرضاهم دول حاجة كاجوال؟ اه في كاجوال أعتقد كمان الأصفر ده ممكن تفرجعيه على الشاشة. ده حاجة كده اوفر سايز يعني، لسه في كولكشن الشتاء ان شاء الله. لسه انا ما عملتش بصراحة يعني، انا لسه كنت بسكتشنج في الحاجة يعني، بس لسه اي ما رسمك فزتش. ده انتي درسيه ولا دي كانت موهبه؟ ف لا انا بصراحة انا درست، اه درستي انا درستي درست رسم درست ف... لا ولا باخد تفصيل انا عموما فاشون دبلوم يعني؟ فاشون، اه يعني باخد دبلوم فاشون يعني، يعني بدأت بقى احاول من الهواية يعني ابقى حد يعني هي بروفيشنال اصلا اكتر. كانت هوايه عندك من زمان وانتي اه نميتيها اه اللي كنت هو بحب قوي بالدراسه بقى. ان انا طب مثلا جاتلك اختار ازاي درس، يعني بس الهوايه دي؟ لاحظت ان انا عندي مثلا عندي الهواية دي من ايه يعني؟ ايه المواقف اللي هقولك مرت بيكي؟ كنت انا مثلا انا كنت ما بحبش اشتري زي ما قلت لحضرتك من شويه، انا كنت بحب اشتري من المحلات وكده، اللبس كان بيبقى تقليدي قوي، اللي هو حد عايزة حاجة لابسه مميزة. اه يعني اللي بلاقي هو حد لابسه كده طبعا يعني ما حبيتش كده. انا كنت بروح لحد ينفذ لي الحاجه اللي انا حلو. عايزاها، بس طبعا يعني مش دايما كل حد بيعرف انا دماغي فيها ايه. بيطلع لك النتيجة اللي انت اه عايزاها. ما كنتش بعرف ان هو ممكن ما يفهمش انا عايزه ايه، فانا قررت يعني قلت طب ايه يعني، انا ممكن اطلع اللي انا عايزاه ده اطلعه اصلا على ورق يعني يتفهم يعني بسهوله، بس سهل الموضوع، سهل حاجات كتير يعني. يعني انت فتحتي الجاليري بتاعك قبل الدراسة ولا بعد؟ يعني فتحتي الجاليري وانت وانا بتدرسي؟ بدرس انا وانت لسه حاليا بتدرسي بدرس برضو لسه يعني ما خدتيش الدبلومة؟ بكمل. اه بتكملي اه فيها. طب بما اننا بقى داخلين اهو على الشتاء والجو ابتدى يسقع ساقعة جدا، الالوان الشتوية او يعني يعني الالوان احنا المناسبة ان انا نلبس البسها في الشتاء في الالوان الشتاء الدافية، الشتاء بيحب الالوان الغوامق؟ الدافية، مش شرط غوامق يعني، في مثلا اللون الماسترد. اصل هو محطوط فكرة كده هي الشتاء مش بتاع الغامق. عجباني يعني. لا والله لا يعني يقولك الشتاء البس لبس غامق، لا لا، فانا مش مع، انا ضد حتى الفكرة دي. اللي بيطلع في العموم ان في اغلب الشتاء تلاقيه بني بلاك كحلي بني، بلاك جرين كده بس انا اقول لك حاجة، الالوان ال انا واحدة اصلا يعني بحب البلاك جدا يعني، هو البلاك طبعا. فالبلاك غير انا يعني في هو البلاك البلاك ده سيد الالوان. ملك اه يعني انا بحب البلاك جدا جدا، الالوان. بس مش مع فكرة انه كله غامق يعني، لا يعني في مثلا الماسترد حلو جدا ودافي كده وينفع في جميل. الشتاء، ممكن الاورنج، الاورنج تحفة حلو جدا في جدا. الشتاء يعني حلو جدا يعني، والهافون حلو لذيذ برضو في الشتاء، انا بحب الزهري برضو، الوان الزهري اللي الزهري هي حلو برضو بس مش اخضر قوي يعني، يعني الحاجات اللي هي الدافية دي. طب ايه، احنا فقرتنا قربت تنتهي بس احنا عايزين نقول اخر حاجة، يعني انت بتتمني ايه؟ يعني بتحلمي بعد اللي انت عملتيه فتحتي جاليري يكون عندك، يعني بتتمني ايه بعد كده؟ بصراحة يعني هو حلمي اللي من زمان يعني ان انا اعمل ديفلي خاص بيا،
فيلم يعني كل اول فاشن زينة نعمل لي فيلم اول فعلا. دفلي وكولكشن ان كامل شاء الله. بقى ان شاء الله يعني. لا اكيد بعد الحلقه دي باذن ان الله شاء الله هنسمع ان انت عملتي دفلي ونكون وشنا حلو عليكي ان شاء الله. فايه انت نورتينا جدا في برنامج الشرق الاوسط. نورتينا فعلا ومختاره ستيل جميل وشيك جدا. ربنا يخليك. فهنطلع